الشوائب او الميه. الساعة 20 صندوق أدوات صيانة. عاود هو يكونفيرتيها لدرجة الحرارة 15 درجة مئوية. على جاهزية كواشف الغازات، كواشف النيران، وكواشف الدخان. المصلحة حسن سيادة عقيد المدير الجهوي للوقود، السادة الحضور لوسائل الإعلام والاتصال. بهدف تعزيز وتطوير قنوات الاتصال مع وسائل الإعلام الوطنية، وتقية رابطة جيش أمة، وتقريب مواطنينا من المؤسسه العسكريه من خلال تمكين وسائل الاعلام الوطنيه من الاطلاع عن كثب بمهام سلاح الوقود وكذا مختلف النشاطات المتعلقه بالمستودع الجهوي للتموين بالوقود.